مساكم الله بالخير وحياكم وبياكم وجعل الفردوس مثواي ومثواكم. اللهم آمين. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل اجتماعنا هذا مرحومة، ويجعل تفرقنا من بعده معصومة، ولا يجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محرومة. اللهم آمين. نحن في ليلة 18 من شهر شوال سنة 41 و400 بعد الألف، الموافق لليلة 11 من الشهر السادس لسنة 2020 من الميلاد، وما زلنا مع كتاب ثلاثة الأصول للشيخ محمد بن عبد الوهاب بن سليمان الوهبي التميمي رحمه الله تبارك وتعالى، والمتوفى سنة 6200 بعد الألف من هجرة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. ووصلنا إلى قول الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى: اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم، أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومعنى يعبدون يوحدون. وأعظم ما أمر الله به التوحيد، وهو إفراد الله بالعبادة، وأعظم ما نهى عنه الشرك، وهو دعوة غيره معه. والدليل قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. قوله اعلم أرشدك الله لطاعته، هذه يعني كلمة جميلة حقيقة، دائما يبدأ بها الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى رسائله أو كتبه، أنه يدعو لمن يرسل إليه هذه الرسالة، وهذا من التلطف مع غيره رحمه الله جل وعلا. يقول اعلم أرشدك الله لطاعتي أن الحنيفية ملة إبراهيم. الحنيفية من الحنف والأحنف، هو المائل، ويقال رجل أحنف أن يمشي مائلا، والحنيفية هي الميل. وكان إبراهيم حنيفا أي مائلا. مائلا عن ماذا؟ مائلا عن الشرك الذي كان عليه قومه، وكل من مال عن شيء إلى شيء يقال له حنيف. فإبراهيم عليه الصلاة والسلام كان حنيفا مسلما، أي مائلا عن الباطل إلى الحق. وقد يكون الإنسان مائلا من الحق إلى الباطل، هذا وارد، ولكن كلغة الحنيف هو المائل، وقد يكون مائلا من الحق إلى الباطل أو مائلا من الباطل إلى الحق. لكن هنا المقصود لما أطلق الحنيفية خلاص صارت الآن على من؟ على أتباع إبراهيم عليه الصلاة والسلام، والله تبارك وتعالى وصفه بأنه كان حنيفا مسلما ولم يكن من المشركين صلوات ربي وسلامه عليه. قال إن الحنيفية ملة إبراهيم. الحنيفية هي الانحراف عن الشرك كما قلنا، فهي ملة إبراهيم، وهي ملة صالح، وهي ملة داود، وهي ملة عيسى، وملة سليمان، وملة محمد، وملة آدم، وملة جميع الأنبياء، الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام. يقول الله تبارك وتعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فكل الأنبياء جاءوا بالإسلام ملة واحدة. وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: الأنبياء إخوة لعلات. إخوة لعلات هم الإخوة لأب، أبوهم واحد وهو عقيدتهم، وأمهاتهم شتى أي شرائعهم، كما قال الله تبارك وتعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. وإلا فالإسلام الذي جاء به إبراهيم هو الإسلام الذي جاء به موسى، وهو الإسلام الذي جاء به عيسى، وهو الإسلام الذي جاء به نوح، وهو الإسلام الذي جاء به سليمان وداود وزكريا ويحيى وأيوب ومحمد صلوات ربي وسلامه عليهم أجمعين. وإذا قرر الله ذلك بقوله: إن الدين عند الله الإسلام. الدين كله، سواء دين آدم أو دين محمد ومن بينهما صلوات ربي وسلامه عليهم أجمعين، الدين واحد وهو الإسلام. ولذا نقرأ قول الله تبارك وتعالى: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت وإذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله أبائك إبراهيم وإسحاق وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. وقبلها قال الله تبارك وتعالى: وصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال سبحانه وتعالى عن فرعون: فرعون موسى
لما أدركه الغرق ماذا قال؟ قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. وملكة سبأ مع سليمان عليه الصلاة والسلام آخر المطاف قالت ربي إني قالت إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. وقال عن عيسى وموسى وهكذا جميع الأنبياء إنما جاءوا بالإسلام وهو الاستسلام لله تبارك وتعالى. فملة إبراهيم ذكر إبراهيم مع أن قبل إبراهيم أنبياء كثر، قيل كثر يعني قالوا إدريس قبل إبراهيم وقالوا نوح وقيل غيرهما وآدم، لكن القصد أن إبراهيم ميز هنا لأنه يقال له أبو الأنبياء. لماذا؟ لأن جميع الأنبياء الذين جاءوا بعده من نسله ما عدا لوط عليه السلام هو ابن أخيه كما هو مشهور، أما باقي الأنبياء إسحاق وإسماعيل ويوسف ويعقوب وداود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وعيسى ويوشع وزكريا كلهم من نسل إبراهيم عليه الصلاة والسلام. يقول الله تبارك وتعالى ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب. فذرية إبراهيم فيها النبوة جعلها الله، إذا قيل لإبراهيم أبو الأنبياء. ولما عرج بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم إلى السماء ووصل إلى السماء السادسة قيل له أو السابعة قيل له هذا أبوك إبراهيم فسلم عليه. فإبراهيم هو أبو الأنبياء ودائما تنسب إليه الأمور. وإذاك اليهود والنصارى يقول عن نفسهم إنهم إبراهيميون أي ينتسبون إلى دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فرد عليهم الله تبارك وتعالى فقال ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما. فإبراهيم عليه الصلاة والسلام إذن هو أبو الأنبياء. يقول الله تبارك وتعالى أو يقول المؤلف عفوا إن الحنيفية ملة إبراهيم وهي أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين. هذه الحنيفية أن يعبد الله وحده مع الإخلاص، أن لا يعبد إلا الله وأن يكون الإنسان مخلصا في عبادته لله تبارك وتعالى لا يشرك معه غيره. يقول الله تبارك وتعالى من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه لا يقبله الله جل وعلا. قال وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها، هي أن يعبد الله وحده سبحانه وتعالى. ما هي العبادة؟ قال أهل العلم تعريف، ذكر أهل العلم تعريف كثيرة للعبادة ومن أحسنها ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى، قال هي كل ما يحبه الله من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. هذه العبادة، كل ما يحبه الله من الأقوال باللسان والأعمال صلاة زكاة صيام جهاد أمر بالمعروف نهي عن المنكر، وكذلك عبادة القلوب قال من الأعمال الظاهرة والباطنة، هذه كلها هي العبادة. وقد لخصها الله تبارك وتعالى لنا في قوله تبارك وتعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين في الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس. فهذه يعني أمثلة صور من أهم العبادات التي ذكرها الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز. فالعبادة إذن هي كل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، والباطنة أهم من الظاهرة وأعظم من الظاهرة وأجرها أعظم، كالخوف والتقوى والتوكل واليقين والخشية والمحبة، كل هذه أعمال القلوب. أعمال القلوب أعظم عند الله تبارك وتعالى من أعمال البدن. يقول وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يعني الله تبارك وتعالى خلق الجن والإنس ليعبدوه سبحانه وتعالى. ونبه هنا إلى إبراهيم لأن إبراهيم عليه الصلاة والسلام أعلن البراءة من أعداء الله تبارك وتعالى. يقول الله جل وعلا قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله
كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوه والبغضاء ابدا حتى تؤمنوا بالله وحده. فملة ابراهيم عليه الصلاه والسلام هي عباده الله، ومن عباده الله تبارك وتعالى التبرؤ مما يعبد من دون الله جل وعلا. قال: ومعنى يعبدون اي يوحدون، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون اي يوحدون. وجعل ابن عباس يطيعون، اي يطيعون الله تبارك وتعالى فيما امر ويجتنبون عما عنه نهى وزجر. هذه هي عباده الله تبارك وتعالى، هذا الامر الذي خلقنا الله تبارك وتعالى لأجله. واعظم ما امر الله به التوحيد، واعظم ما نهى الله عنه الشرك. نعم هناك مأمورات كثيره: اقام الصلاه، ايتاء الزكاه، صوم رمضان، بر الوالدين، صله الارحام، النفقه، الاحسان الى الناس، الصدق بالكلام، كثيره هي الاوامر التي امر الله تبارك وتعالى بها، والنواهي كذلك كثيره جدا. نهى عن الربا، عن شرب الخمر، عن القتل، عن عقوق الوالدين، عن قطع الأرحام، عن السرقة، عن إيذاء الناس وإيذاء الجار خاصة، وأمور كثيرة جدا نهى الله تبارك وتعالى عنها. لكن ما هو أعظم مأمور وما هو أعظم منهي؟ أعظم مأمور عبادة الله وحده، توحيد. وأعظم منهي الشرك بالله تبارك وتعالى. وإذاك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتدري هل أنبئك بأعظم الذنوب؟ يقول لابن مسعود: بأكبر الكبائر. قلت: بلى يا رسول الله. قال: الشرك بالله. قدمها. ولما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم السبع الموبقات قال: الأولى الشرك بالله. فأعظم جريمة يفعلها الإنسان في هذه الدنيا هي الشرك بالله تبارك وتعالى. طيب، وأعظم طاعة يقدمها في هذه الدنيا؟ توحيد الله سبحانه وتعالى. جعلنا الله وإياكم من الموحدين. طيب، قال: وأعظم ما أمر الله به التوحيد، وهو إفراد الله بالعبادة، وأعظم ما نهى عنه الشرك، وهو دعوة غيره معه. صور الشرك كثيرة جدا، منها دعوة غير الله تبارك وتعالى. فدعاء غير الله تبارك وتعالى من الشرك، ولكن ليس هو كل الشرك. الشرك أنواع كثيرة جدا، وأعظمها هو دعاء غير الله تبارك وتعالى، ولكن له صور كثيرة الشرك كما سيأتي ذكره إن شاء الله تبارك وتعالى. ثم بدأ بعد ذلك قال: والدليل قول تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. ثم قال: الأصول الثلاثة الواجبة على كل مسلم ومسلمة. الأصول الثلاثة هي هذه الرسالة، رسالة الشيخ محمد بن الوهاب رحمه الله تعالى. الأصول الثلاثة، وقلنا هذه الأصول الثلاثة مأخوذة من حديث البراء بن عازب عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن أول ما يسأل عنه العبد في قبره يقال له: من ربك؟ ما دينك؟ ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ هذه هي الأصول الثلاثة التي أرادها. يعني زبدة هذه الرسالة المباركة هي الجواب عن هذه الأسئلة: من ربك؟ ما دينك؟ ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ ثم بعد ذلك، بعد أن يختم هذه الأصول الثلاثة ويذكرها ينبه على بعض الأمور اليسيرة إن شاء الله تعالى. نبدأ بهذه الأصول. قال رحمه الله: فإذا قيل لك: ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها؟ وهنا قدمها بصيغة السؤال، لأن السؤال يلفت الانتباه ويجعل الإنسان يعني ينتظر هذه الإجابة. وجبريل لما علم النبي صلى الله عليه وسلم، أو علم الصحابة عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم، جاء وسأله: ما الإسلام؟ ما الإيمان؟ ما الإحسان؟ متى الساعة؟ ما أماراتها؟ طريقة السؤال والجواب يعني طريقة جميلة جدا لإيصال المعلومة وتثبيتها في ذهن المتلقي. فهنا استخدم الشيخ ابن الوهاب رحمه الله تعالى طريقة السؤال، فقال: فإذا قيل لك: ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها؟ فقل: معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. إذا نعرف ثلاثة أشياء: من ربنا؟ ما ديننا؟ من رسولنا صلى الله عليه وسلم. والآن سيبدأ يفصل في هذه الأمور الثلاثة أو الأصول الثلاثة. قال: الأصل الأول:
فإذا قيل لك من ربك؟ الآن السؤال الأول، ما الأصول الثلاثة التي يجب على كل مسلم تعلمها؟ أجاب. الآن السؤال الثاني وهو في الأصل الأول، من ربك؟ فإذا قيل لك من ربك فقل ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه وهو معبودي، ليس لي معبود سواه، والدليل قوله تعالى الحمد لله رب العالمين. لأنه بالأصل بدأ المؤلف رسالته هذه، وهي معرفة الله والدين والنبي بالأدلة، بالأدلة. فهنا حريص جدا المؤلف رحمه الله تعالى على أن يذكر الأدلة حتى يطمئن الإنسان إلى ما يتلقاه، طالما أنه يذكر الدليل على ما يقول. قال والدليل قوله تعالى الحمد لله رب العالمين، وكل من سوى الله عالم، وأنا واحد من ذلك العالم. عندما نقرأ قول الله تبارك وتعالى الحمد لله رب العالمين في سورة الفاتحة كل يوم نقرأها، يعني ما نقال عشرات المرات لكن نقرأها كثيرا، يعني أقل شيء الواحد يقرأها 17 مرة، وقد يقرأها أكثر من ذلك إذا كان يصلي الرواتب، إذا كان يصلي قيام الليل، إذا كان يصلي الضحى، يقرأها كثيرا هذه السورة المباركة التي هي أعظم سورة في كتاب الله تبارك وتعالى. استفتاحها الحمد لله رب العالمين، أول آية في سورة الفاتحة الحمد لله رب العالمين. يقول وأنا من العالمين، أنا من العالمين، والله إذن هو ربي لأنه رب العالمين. والعالمون يعني في هذه الآية الحمد لله رب العالمين، من هم؟ من المقصود بالعالمين؟ قيل هم الإنس والجن، وقيل الإنس والجن والملائكة، وقيل وهو الصحيح كل ما عدا الله. وهذا هو الصحيح، أن العالمين كل ما عدا الله، فيدخل فيه الإنس والجن والملائكة والطيور والحيوانات والجبال والأشجار، كل ما عدا الله، كل ما عدا الله فهو في العالمين. فالله رب كل شيء سبحانه وتعالى. والرب لها معاني في لغة العرب، كلمة رب تأتي الرب من التربية، ولذلك يقول وزارة التربية فلان ربى فلانا، ولذلك يقال لبنت الزوجة الربيبة ولابن الزوج الربيب، يعني لو تزوج رجل امرأة عندها أولاد فهؤلاء يقال لهم ربائب له. وإذا قالوا عن سلمة ابن أم سلمة وزينب بنت أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وعندها سلمة وعندها زينب، فيقال لسلمة وزينب ربائب النبي صلى الله عليه وسلم، هذه ربيبة النبي وهذا ربيب النبي صلى الله عليه وسلم. ويقال لمحمد بن أبي بكر الصديق ربيب علي، لأن أبو بكر لما توفي كان محمد بن أبي بكر الصديق له من عمر سنوات سنتان وأشهر، فعلي تزوج أمه التي هي أسماء بنت عميس وربى محمد بن أبي بكر، فقيل له ربيب علي. فالربيب تأتي من التربية لأنه الذي يربيه ويعتني به وكذا، وتأتي الرب من الإصلاح، يقول رببت الشيء أي أصلحته، رببته بمعنى أصلحته. وتأتي الرب بمعنى المالك، رب الشيء مالكه، تقول أنا رب البيت، أنا رب الإبل، كما قال عبد المطلب لما جاء أبرهة وأراد هدم البيت وكان قد أخذت إبل عبد المطلب، قال أنا رب الإبل وللبيت رب يحميه، رب الإبل أي مالك الإبل، فمالك الشيء ربه. عندما نأتي إلى قول الله تبارك وتعالى الحمد لله رب العالمين، أي المربي المالك سبحانه وتعالى، فهو الذي يربينا سبحانه وتعالى ويعتني بنا جل وعلا منذ نعومة أطفالنا، بل منذ أن نكون في بطون أمهاتنا يهيئ لنا الأكل والشرب ونحن في بطون أمهاتنا والتنفس والحياة. يقول يبدأ النبض يعيش من الشهر الرابع، وقيل قبل ذلك، وهو في هذه الظلمات في بطن الأم الله يعتني به سبحانه وتعالى، بعد أن يولد الله يعتني به، إلى أن يموت الله يعتني به سبحانه وتعالى. فهو الرب من هذه الجهة جل وعلا، وهو الرب المالك المتصرف، حياتنا بيده، موتنا بيده سبحانه وتعالى، فهو الرب سبحانه
وتعالى. فرب الشيء مالكه والمتصرف فيه والمعتني به. ولذلك قال المؤلف هنا: ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه، وما بكم من نعمة فمن الله. قال: وهو معبودي ليس لي معبود سواه، بدليل قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين. قال: وكل ما من سوى الله عالم وأنا واحد من ذلك العالم، يعني أنا من ضمن العالمين الذين ربهم الله جل وعلا، أنا منهم. فلذلك أقول ربي الله. فإذا كذا قال لك: من ربك؟ تقول: ربي الله الذي هو رب العالمين وأنا فرد من العالمين. فلذلك هذا هو جواب السؤال. قال: فإن قيل لك: بما عرفت ربك؟ يعني كيف عرفت ربك سبحانه وتعالى؟ قل: بآياته ومخلوقاته. يعني عرفت الله بآياته ومخلوقاته. وإذاك لما جاء الرجل فقال: البعرة تدل على البعير، والأثر يدل على المسير، سماء ذات أبراج، وبحار ذات أمواج، وأرض ذات فجاج، ألا تدل على اللطيف الخبير؟ فمخلوقات الله تبارك وتعالى تدل عليه سبحانه وتعالى، هذا الخلق العظيم الذي خلقه الله تبارك وتعالى يدل عليه، يدل على الله جل وعلا. وإذا قال: فقل بآياته ومخلوقاته، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، ومن مخلوقاته السماوات السبع والأرضون السبع ومن فيهن وما بينهما، كلها مخلوقات طبعا، وهي آيات من آيات الله تبارك وتعالى، علامات ودلائل على وجود الله تبارك وتعالى وأنه هو الخالق والبارئ المصور لكل هذه الأشياء. قال: والدليل قوله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. قال: وقوله تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا. قال: والرب هو المعبود. قال: والدليل قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء، الآية. فالقصد إذن أن الله تبارك وتعالى هو ربنا، هو خالق كل شيء كما قال سبحانه وتعالى. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة. انتهينا. إذن من الذي يستحق أن يعبد؟ خالق هذه الأشياء. الخالق هو الذي يستحق أن يعبد. إذن الذي لم يخلق لا يعبد، لا يعبد أبدا. لذلك الله تبارك وتعالى لما ذكر هذه المعبودات التي تعبد من دونه سبحانه وتعالى يقول: إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب، كيف تعبدونهم؟ ما يخلقون، أنا الخالق، أنا الخالق. ذاك الذي يعبد هو الخالق سبحانه وتعالى، هو الذي يوجد الأشياء من العدم على غير مثال سابق سبحانه وتعالى. الله هو الخالق جل وعلا، فلا يجوز أن يخلق الله ويعبد غيره. وإذا قال الله تبارك وتعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. الذي يعبد هو الخالق، هذا الذي يستحق أن يعبد، وكل من لم يخلق فإنه لا يستحق أن يعبد، وإنما يعبد الله جل في علاه. هذا الأمر، وهو أن الله يدلل على أحقيته بالعبادة دون غيره لأنه خالق كل شيء، وأن كل من عدا الله مخلوق كما قالوا: من الفرش إلى العرش، أنبياء، ملائكة، شمس، قمر، جنة، نار، عرش، فرش، كل شيء، كل ما عدا الله فهو مخلوق. والخالق الله سبحانه وتعالى، الله خالق كل شيء جل في علاه. فإذا كان الأمر كذلك إذن لا يعبد إلا الله سبحانه
وتعالى. ثم بعد ذلك ذكر أنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان وغيرها وغيرها من الأمور، وهذه إن شاء الله نرجع الكلام عليها إلى الغد، ونقف هنا، والله أعلى وأعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.